انت اشتغلت مع كارترون وحماده صدقي وتاكيد جونيورز، ايه الفارق بين الثلاثه؟ لا هو نقدر نصنف تاكس في تاكيس في منطقه لوحده، يعني هو راجل بغض النظر برضو انا بعيد تاني ممكن في عليه تحفظات، بس انا بتكلم على الجيم موديل. الجيم موديل ده مش معناه ان هو مدرب كويس او مدرب وحش. ايوه هو ده بدايه التصنيف، ان انا بصنف ده كورته ايه وده كورته ايه. كويس او وحش بقى هنرجع لها. يعني مثلا مورينيو ما نقدرش نصنفه ان هو الجيم موديل بتاعه مثلا هو بتاع استحواذ وكره هجوميه، لكن راجل خد بطولات ولا ما خدش بطولات، مدرب كبير ولا مش مدرب كبير جدا طبعا، وبيحصل مقارنات بينه وبين جوارديولا اللي هو من مدرسه كرويه وجيم موديل مختلف تماما. فاللي انا عايز اقوله بقى ان تاكس جيم موديل هجومي استحواذ بيعتمد على البيلد اب، بيعتمد على الكوره الشورت باسز، ده تاكس. كالترون لا، مدرسه كرويه مختلفه. ده راجل مدرب تصنيفه يبقى مدرب دفاعي، مدرب بتاع ترانزيشن بيعتمد على التحولات. على التحولات مش على الاستحواذ، مش على ان هو يخلق فرص بالكوره والكوره وما بيعتمدش، ما فيش بيلد اب عنده. ما فيش بيلد اب، ممكن يبدا من الكوره من نص ملعب المنافس ياخد الكره الثانيه او يلعب على راس الحربه التارجت، او حتى لو مش تارجت ممكن نودي الكره نص ملعب الثاني لو عنده لعيب 10 كويس مع لعيبه نص ملعب، وممكن برده يدور على راس حربه بيلعب في المساحات اكتر. يمكن المدرب الهجومي اكتر مدرب هجومي بشكل واضح كان جه وادي دجله كان تاكس. كابتن حماده اكتر واحد كان متوازن، يعني كابتن حماده بيحب الكره الجماليه، بيحب الاستحواذ، منظم جدا برده اعتماده على الحته الدفاعيه، بيقدر يستخدم التحولات كويس جدا. كابتن حماده اكتر حد متوازن. كابتن هاني رمزي برده كان اعتماده على التنظيم الدفاعي الجيد جدا والتحولات. برده كابتن هاني رمزي كان معاه كواليتي من اللعيبه ما كانش اقوى حاجه في الوقت ده، لان كان عندنا فرقه كامله في بلجيكا راحوا طيرنا كلنا، رحنا وقت الثوره رحنا بس توقف النشاط طبعا. وكابتن فلما رجع الدوري جه كابتن هاني مع اللعيبه اللي كان متاح.